من أكثر الإصابات التي تهدد حياة الرياضيين، وفي ذات الوقت تكون ناجمة أيضاً عن حوادث السير وأمراض أخرى مثل الصرع، هي بلع اللسان. كيف نقدم الإسعافات الأولية في حال كان فرد حولنا مصاب ببلع اللسان؟ راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الإسعاف الأول الدكتور سلطان سعد جابر، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا دكتور سلطان. أهلا وسهلا فيك. نورنا في عوافي دكتور. يسعدك دائما نورك. دكتور الله يسعدك، كيف بدنا نعرف إنه هذا الشخص اللي حولنا فجأة إجا مشكلة بلع اللسان؟ نعم طبعا صعب نعرف هذا الشيء إذا الحدا ما كان طبيب، يمكن شوي من صدمة الموقف يكون صعب عليه التقييم. يعني صعب فإذا إذا في عنده مش صعب إذا في عندنا وعي، فنحن الآن نحاول نوعي الناس. عظيم. متى ممكن يكون في نسبة إنه في شخص صار عنده بلع للسان؟ يعني زي ما أنت قلتي في البداية الرياضيين معرضين أكثر لبلع اللسان. نعم. وقلتي برضو في حالات أخرى، فنحن بشكل عام أي حالة صحية تؤدي إلى ارتخاء عضلات الجسم بما فيها اللسان، لأنه اللسان هي عضلة أو هو عضلة نحن بنقدر نتحكم فيها، فبرتخي. فأي شيء مثلا هبوط السكر بشكل فجائي والشخص داخ وفقد السيطرة على إيديه، واحد صار عنده مشكلة في قلبه وصار عنده رفرفة مثلا في الأذين وفقد برضه السيطرة وفقد الوعي، ممكن يصير معه هذا الشيء. الرياضيين ليش؟ لأنه بصير عندهم صدمات في الرأس. أكثر شيء أتصور الرياضيين كرة القدم بسبب الاصطدام في الرأس. بصير عندهم في الرأس صدمة فبيفقدوا الوعي، فإذا كلمة السر هي خلينا نقول فقدان الوعي مع طبعا ارتخاء العضلات. طيب دكتور شو مضاعفاتها؟ بنفكر المضاعفات هي قد تهدد الحياة طبعا، لأنه اللسان خصوصا إذا كان اللسان كبير أو إذا كان فتحة الثوم ومجرى التنفس ضيق نسبيا، فاللسان لما يرجع لوراء بصير فيه صعوبة في التنفس لأنه شخص مش واعي على نفسه. فنحن بالتالي مهم جدا ان نعرف نتعامل، بدنا نعتبر انه الموديل اللي قدامنا زي ما انتم شايفين انها شخص صار عنده فقدان للوعي. فنحن كثير دكتور مهم دكتور اتصور لازم نميز بانه هذا الشخص عنده اصابه في الحبل الشوكي ام هو ناجم عن الصرع، طريقه التعامل تختلف. نعم هلا اذا كان في مثلا حادث سياره بدنا نشك انه في مشكله زي هيك، انه في مشكله بالنخاع الشوكي. بس اذا شخص يعني نزل عنده السكر وفقد الوعي، يعني بدنا نوازن ما بين السلامة وما بين إنقاذ الحياة. فنحن طبعا إذا بتشوفوا في كل مكان راح يقولوا ارفعوا الرأس زي هيك، هلا هذا مزبوط. إذا شاكين إنه في مشكلة في النخاع الشوكي مهم جدا إنه نرفع الفك للأمام ولفوق زي هيك من وراء المريض. يفضل من وراء المريض، من زاوية الفك، من زاوية الفك منقدمه لقدام هيك، احنا بنقدم اللسان، اللسان بيلحق مفصل الفك للامام، فبالتالي نفتح مجرى الهواء. اذا في وقت والامور تمام والمريض ما في عنده يعني مشاكل بالنخاع الشوكي او في الهيكل العظمي خلينا نقول، ممكن شوي نميله لجنب، تمام شوي نميله عشان اذا في لعاب كثير ينزل اذا قدرنا. اما اذا كان المريض في عنده مشاكل في النخاع الشوكي او الهيكل العظمي ما بصير نحركه، لازم نستنى لحد ما توصل الاسعاف. فنحن بنقدم، وحتى لما في التخدير لما نحط عشان نحط انبوب التنفس لازم نرفع راس المريض ونحط الجهاز زي هيك وبنقدم اللسان. فنحن هاي الحركه لحالها بتقدم اللسان وممكن تنقذ حياه. فاذا شخص عنده هبوط في السكر أدى لفقدان الوعي، شخص صار عنده مشاكل قلب أو معروف أنه عنده مشاكل قلب صار عنده فقدان الوعي، حادث سيارة في الملعب، هاي كلها لازم نحن نشك أنه الشخص خصوصا إذا لونه صار أزرق صار في تغيير في اللون. ممكن نكون ناجم عن ابتلاع جسم غريب؟ ابتلاع جسم غريب بتبين بشكل آخر، بتبين وراء يعني الجسم الغريب بدخل للمنطقة الخلفية وممكن ينزل تحت مزمار اللسان لتحت. بس إنه الجسم الغريب لشخص صاحي يؤدي لبلع لسانه يعني نادر الحدوث أو لا يحدث، يعني مش بهذا الشكل اللي طيب دكتور في منهم بيحاولوا يلتقطوا اللسان مثل هوك، هذه الحركة صحيحة أم خاطئة؟ هي الصراحة هي مش صحيحة، ولكن إذا الشخص مضطر وقدر يمسك اللسان وكان في معاه شاش رباعي قدر بهذا الشاش يمسك اللسان ويقدمه شوي لقدام ممكن تكون إلها. أما إذا مسكنا اللسان
ما هو مرتخي راح يرجع. نعم. لمتى بدنا نضلنا ماسكين؟ اللعاب راح يؤدي لانه اللسان يرجع لورا. طب دكتور، غالبا ما يترافق فقدان الوعي مع بلع اللسان، فالاشخاص ردة فعل طبيعيه اللي هي الصفع على الوجه او مثلا انه يشمموا كحول او اي شيء حتى ينقذ حياته. هذه التصرفات الشائعه شو مدى صحتها ايضا؟ هلا هاي مش من التصرفات اللي لازم تصير، ما بتعرف الشخص شو ماله. في بعض الحالات القليل اللي الاطباء ممكن يشخصوها، ممكن نشمم الشخص اشياء معينه ونحاول نصحيه، ولكن شخص سكره نازل كثير او شخص صار عنده رفرفه في الاذين او مشاكل قلب وفقد الوعي، بدنا نضربه ممكن نؤدي لصدمه، ما هو عضلاته ما راح تحمي جسمه. فبدنا نصعده ولا واحد صفعه ولا شيء، خصوصا ان احنا بس بنعمل نرفع زي هيك وبنقدم مفصل الفك عشان نحمي اللسان. وطبعا اذا في تدريب على الانعاش القلب ممكن نعمل انعاش القلب، واهم من ذلك نأمن المكان ونتواصل مع الاسعاف والجهات. اذا من اللحظه الاولى شاهدنا شخص حولنا اصاب ببلع اللسان، تلقائيا نتصل بفرق الطوارئ، لكن نقدم الاسعافات الاوليه الممكنه خلال هذه الفتره الى حين وصولها. شو ممكن تقدموا له؟ اللي هم المختصين ولا الناس اللي حواليه؟ المدربين المسعفين. نعم، المسعفين طبعا وظيفتهم يامنوا النخاع الشوكي والنفس والقلب وينقلوا المريض بشكل امن لسياره الطوارئ وينقلوه للمستشفى، فهذا اهمهم. طبعا بالنسبه للحياه برضه هم مدربين. نعم. انه برضه بضلوا ماسكين اذا قدروا، كان المسعف عنده العده وعنده الوقت والامور واضحه، ممكن يعني حسب تدريبه انه يقدر يعمل اللي بنعمله اثناء التخدير في العمليات اللي نحط انبوب التنفس. عظيم. فبالاجهزه الخاصه وحسب حاجه المريض، واحد فاقد الوعي صار ازرق بدنا نساعده، فنحن في البدايه بحطوا جهاز التنفس اللي بيكون زي هيك يدوي. نعم. ولكن اذا الموضوع صعب بحاولوا، ما قدروا يعني، لكن فرص انقاذ الحياه تكون عاليه. نعم. باذن الله. نعم. اذا تم التعامل معها بشكل صحيح ان شاء الله. والاهم من ذلك ما ننسى السبب الرئيسي اللي ادى، هل هو صدمه على الراس، هل هو هبوط او زياده في السكر، هل هو هبوط او نقصان في ضغط الدم، هل هو الصرع بالذات من الحالات اللي صعب التعامل معه، بدنا نكون حذرين. واحد عنده صرع، طبعا عضله اللسان هي من العضلات اللي نحن بنشد فيها، فالصرع بيكون شوي صعب لانه اذا شدينا على المفصل، المفصل راح يكون شادد كثير، فإذا دخل اللسان بين الأسنان وصار شد عليه ممكن اللسان ينقطع وهون بصير نزيف وبندخل في مشاكل أخرى. لا قدر. فبدنا نكون لا قدر الله، فبدنا نكون جدا جدا حذرين في مريض الصرع. نقدم له الإسعافات الأولية اللي أكيد يعني تكلمتوا فيها في حلقات دكتور سابقة. بدي أستفسر منك سؤال أخير دكتور، في حال ما لاحظنا بلع اللسان عند هذا المريض، كم المدة لا قدر الله اللي ممكن تؤدي فيه إلى الوفاة؟ هاي صعب أجابك عليها، بتختلف من شخص لآخر، في ناس بتحكي دقيقة ونص، في ناس بتحكي خمس دقائق، في ناس، فنحن حسب تقدير الوقت. أهم شيء عشان هيك أهم شيء أنه النادي فرق الإسعاف، ولكن بلع اللسان ما لازم نخليه يطول. أنه الشخص يعني حسب عمره حسب استهلاكه للأكسجين، إذا انقطع عنه الأكسجين هاي ممكن تؤدي لضرر دائم أو حتى غير دائم. صحيح. في الدماغ، فنحن ما بدنا نحاول ما نتجاوز دقيقتين ثلاث دقائق بالكثير. دكتور سلطان سعد جابر، نورتنا اليوم في عوافي، وشكرا على المعلومات اللي قدمتها على المشاهدين. أهلا وسهلا. شكرا دكتور.